السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في صحة وسعادة. في الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم ازاي نعمل animated chart بتتغير لوحدها حسب variable اللي احنا محددينه. يعني for example ممكن في نفس التشارت نوري ازاي الريفينيو بيتغير month over month طول السنة، او بيتغير من city لcity، او من business unit لbusiness unit. بدون مقدمات كتير خلينا نستخدم sales data ونشوف ازاي ممكن نعمل التشارتس دي. لو تفتكروا احنا كنا عملنا قبل كده داشبورد على الاكسل باستخدام داتا عشوائية لشركة وهمية، فخلينا نمبورت داتا من الاكسل ونستخدم الفايل اللي احنا كنا عاملين بيه الداشبورد ده. طبعا احنا هنا عايزين الشيت اللي فيه الداتا بس، فنعلم على الداتا، دوس ترانسفورم، هيفتح هنا الداتا بتاعتنا. هنشوف عندنا هنا الديت، عندنا المانث، عندنا الكونتري والسيتي والبزنس لاين. نغير بس الاماونت دي، خليها ريفينيو، وبعد كده ندوس كلوز اند ابلاي. خلينا نختار one or two charts عشان اوريكم ازاي ممكن نخليها animated. نختار دونات تشارت مثلا، حط فيها البيزنس لاين والريفينيو، روح على الفورمات وخلي الديتيل دي ليبل الفاليو، الليجند شيل التايتل بتاعه وخليه توب سنتر، وخلي البوزيشن بتاع الليبل انسايد كده، شكلها أظرف. نروح على الشيب، نصغر الريديوس بتاعها شوية، ناخدها كوبي وبيست، ونختار فيجوال تانية بار تشارت مثلا، وبدل البيزنس لاين خلينا نشوف الكونتري، ونروح على الفورمات برضو، خلينا نشيل التايتل من الواي اكسس، نروح على الاكس اكسس شيل التايتل برضو، ونروح على الديتا ليبل خليها اون، وخلي البوزيشن انسايد اند بس. خلينا نستخدم التو تشارتس دول بس كمثال عشان اوريكم ازاي ممكن نعمل الانيميتد تشارتس. علشان نعمل انيميتد شارتس دي لازم نعمل داونلود لبلاي اكسس فيجوال. هنروح على الفيجواليزيشنز هنا، ندوس جيت مور فيجوالز، هيفتح لنا الاب سورس، نعمل سيرش على بلاي، هتظهر لنا بلاي اكسس اول واحده، ندوس اد سكسسفول امبورتد، اوكي. وبعد كده هتظهر عندنا هنا البلاي اكسس، ندوس عليها ونحط فيها الديت. هنلاقي في الديت هنا وجايب لنا الير، الكوارتر، المانث، الداي. ممكن نختار اللي احنا عايزينه، وممكن من هنا برضو ننزل على النكست ليفل. يعني هي دلوقتي على الير، لو دوسنا عليها هتبقى على الكوارتر، لو دوسنا تاني هتبقى بالمانث. وبعد كده لو دوسنا على بلاي هنا هتلاقي التشارتس بتتغير لكل شهر. بس لو ملاحظين هنا ان التشارت بتيجي جزء من الكل، مش بتدينا الفلتر بتاع كل شهر لوحده. علشان نصلح الموضوع ده هنروح على التشارت، نعلم عليها فورمات، ونختار edit interactions. واحنا معلمين على edit interactions نعلم على الplay axis، ونختار من كل تشارت هنا فلتر بدل هايلايت، نختار فلتر هنا برضو. ودلوقتي لو دوسنا اوكي هنلاقي ان الداتا بتتغير شهر بشهر، وابريل، ماي، الداتا في التشارتس عندنا بتتغير. واحنا معلمين على البلاي اكسس، لو رحنا على الفورمات ورحنا على الانيميشن سيتنجز ممكن نخلي البلاي اكسس ده يشتغل اوتو ستارت لوحده اول ما نيجي على الشيت،
ولو عملنا اون هنا على اوتو ستارت هيعمل ستارت مرة واحدة لحد ما يخلص لحد ديسمبر وبعد كده هيقف. لو عملنا اللوب هنا اون هيفضل شغال في لوب على طول من جان لديسمبر وبعد كده يرجع يعيد جان تاني. ومن التايم هنا نقدر نتحكم في الوقت اللي هو بياخده عشان ينقل من شهر لشهر. يعني مثلا لو زودنا التايم ده شوية بدل 1000 مللي سكند مثلا خلاها 10000 مللي سكند، دلوقتي هنلاحظ انه بقى أبطأ في التحويل من شهر لشهر. ولو قللناها مثلا خليناها 100 بس دلوقتي هنلاقيه بيتحول بسرعة. نرجعها 1000 تاني. من الكالر هنا لو عملنا اون على شو اول نقدر نغير اللون بتاع كل زرار فيهم، ولو غيرنا الديفولت كالر هنا ممكن نغيرهم كلهم للون واحد احنا عايزينه. ممكن نشيل التايتل، نشيل الباك جراوند، نكبرها شوية تاني. طبعا دي بتشتغل على اي نوع تشارت، يعني لو وقفنا مثلا وحطينا تشارت جديدة باي تشارت مثلا وحطينا فيها الكلاينت والريفينيو علشان نشوف الريفينيو بير كلاينت، خدنا دي فورمات ودوسنا بلاي، هنا الريفينيو بير كلاينت برضو محتاجين نغيرها لفلتر. بعد كده ندوس بلاي تاني هنلاقي الريفينيو بير كلاينت بتغير معانا، وهكذا نقدر نابلاي ده على كل انواع التشارتس. خليني اوريكم حاجة ظريفة كمان ممكن نعملها. لو تفتكروا الشيت بتاع الكوفيد 19 اللي حطينا فيه الهيت ماب بتاعت كل الكونتريز، ممكن نطبق نفس الكلام هنا كمان بس مش على التايم. يعني فور اكزامبل لو جينا هنا ودوسنا جيت مور فيجوالز عملنا داونلود للبلاي اكسس، اوكي، وحطينا مثلا في الكونتري ودوسنا بلاي هنلاقي ان الكونتري بتتغير عندنا في كل التشارتس في نفس الوقت. خلينا نوقفها ونروح على الفورمات نيدت الانتر اكشن برضو خليها فلتر، بعد كده ندوس بلاي تاني وهنلاحظ هنا برضو ان بيغير لنا الكونتريز وفي نفس الوقت بتظهر لنا على الماب بتاعتنا. نقدر طبعا نعمل فلترز على هنا لو مش عايزين نشوف كل الكونتريز فبسهولة، واحنا معلمين عليها ممكن نقاد مثلا population filter ونقول ان لازم تكون population greater than 10 مليون وندوس apply filter. ولو رجعنا دسنا اوكي تاني هيجيب لنا الدول اللي البوبيوليشن فيها اكتر من 10 مليون. وممكن برضو من الانيميشن سيتنجز هنا نخليها اوتو ستارت ونعمل لها لوب بحيث ان هي تفضل شغالة في لوب، وقت ما نحب نوقفها ندوس ستوب هترجع عندنا السناب شوت زي ما كانت. ودي كانت تريك ظريفة في باور بي اي، حبيت اعمل لكم فيديو عشان اعرفكم ازاي تعملوها. لو عندكم اي استفسارات بخصوص الفيديو ده او الفيديوهات اللي فاتت سيبوها لي في كومنت تحت، ولو عندكم اي طلبات للفيديوهات اللي جايه برضو سيبوها لي في كومنت وان شاء الله هحاول اعملها. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.